عم علي كحلة معروف جدا خاصة في العاصمة والولايات المجاورة. تعرض لبرشا حاجات خايبة، هو تعرض للطعن، اي تعرض للطعن، لكن رغم ذلك السنة للعام 14 على التوالي اليوم يواصل تقديم وتوفير موائد إفطار مجانية. نستقبلوه يلا تتسويت. ساكسس ستوري عم علي كحلة معروف خاصة في الكبارية تحديدا. مرحبا، أهلا وسهلا. عم علي شنحوالك؟ ربي يبارك لك أختي بيه، الله يرحم والديك. شكرا، كنت معانا حاضر قبل وحكينا برشا في الموضوع وسنوات التالي، لكن الظروف وقتها غير الظروف الجديدة، وحتى وقت اللي تعرضت للطعن وصلت تقديم موائد الإفطار، زادك تحدي هذا ولا شنو بالضبط عليه؟ والله يا أختي العزيزة لك ربي سعدتي لي من عند ربي سبحانه وتعالى. تو الحمد لله يعني تو نحن عندنا حوالي 14 سنة أنا وأخويا سيد مرابط جوز من الكبارية، منطقة الكبارية، الحمد لله ابن سينا ما شاء الله، تونس كاملة معنا، تونس كاملة تحبنا، تونس كاملة تحكي على ليلة الإفطار بتاع الكبارية، تونس كاملة معناها تآمرت مع بعضها، تونس كاملة معناها حتى تريد تريد مع بعضنا، تونس كاملة أختي العزيز كي نقول لك، كي نقول لك أختي الباهية أنت بارك الله فيك يرحم والديك وصلت لنا سوتنا وكل شيء، أما كي يقول لك والله العظيم والله العظيم والله العظيم هو واحد صايم أقسم لك بالله يا تونس كاملة، كي نقول لك من وزارة الجردين كلهم معانا، كلهم يشكروا فينا، كلهم كل مرة وتوقف لك كاميونة قدام الواحد يقول لك هذه راهي من وزارة، راهي من سوسة، راهي من قصرية، راهي من البارح بركة والله يجونا يا جماعة جابونا قضية من الجردين. يعطيهم الصحة، برافو. والله العظيم أقسم لك بالله نحكي معاك بصدق، صدقيني والله نحكي معاك من قلب من قلب، شكر للتونسيين الكل، شكر للتونس، شكرا للسلطة التونسية اللي نجوا نصبوا وراقنا يرحم والديهم كل معناه نعملوا ترخيص بتاعنا من الولاية من وزير الداخلية من كل، الله يرحم والدين والديهم الناس كل ربي يبارك لهم ويرحم والديهم ويرحم والدين العليم اللي حصلت لنا صوتنا اللي ولينا معروفين حتى في العالم، جاتنا قنوات من العالم الكل، جاتنا قنوات من العالم الكل، واليوم اللي يزيد عنا برشا قنوات جايه معناها جايتنا كلمونا وجايينا، نقول لك من العالم الصين من روسيا من نقول لك من تركيا العالم الكل جانا، شكرا بارك الله وفي كل انسان. هذه تصويره تونس اللي احنا نحبوها اكيد جدا اختي العزيزه، فخور فخور فخور، صوره لتونس، فخور صوره لتونس، صدقيني كي نبدا نتفرج معناها في يعني في اخبار اجنبيه وكل شيء ونشوف كيفاش يحكوا على تونس، كيفاش يحكوا على يعني على مطعم صغير، مطعم صغير معناها كل يوم، كل يوم معناها حوالي من اول رمضان اختي العزيزه حوالي 2100 2200 يوميا، اليوم بسبب معناها عندنا حوالي معناها صدقيني والله العظيم اختي العزيزه نحن نكسروا في العليل اش توا والعباد هبت علينا جبت لنا معناها جبت لنا معناها ديجا عليه مش حط لينا ونطيبوا فيها تو وصلنا حوالي ليله النص معناتها اي 2500 لحمه اليوم 2500 لحمه رغم الغلاء نتاع العلوش راه معناتها نذكر والله يا اختي كله من عند الشعب التونسي اختي باهي كله من عند الشعب التونسي، لا انا يا اختي انسان انا اخويا سعيد مرابط زوز ناس معناها زوز متطوعين صحيح المطعم نتاعي صحيح انا نكري في اللوازم الافراح معناها ديزا معناها عندي الكراسي وعندي الخيمه صحيح جبنا اللي سمعنا منه حوالي 25 خيمه كبار 25 هاي 25 اختي خيمه او اختي كي تتعدي تشوفي على الكياس وتعدي نشوفوا في التصاور احنا نشوفوا في التصاور توا على اللايف يعني اختي معناها نيت الافطار تاع الشعب التونسي، الشعب التونسي كي يحط يتامر مع بعضه، الشعب التونسي كي يحط اليد في اليد مع بعضه اختي العزيزه نقول لك ينجح في كل شيء الحمد يعني لله ينجح في كل شيء، وكي نقول لك اختي العزيزه والله اليوم معناها ان شاء الله يا ربي عاملين حوالي 2500 لحمه، الشعب التونسي هو اللي جاب الكسكسي اللي جاب يعني الزيت اللي جاب الفلاح اللي جاب الكيك، اليوم عاملين عرس مش عاملين معناها صدقيني اللي غرة الكيك شركات وما شركات بارك الله فيهم ما نحبش نذكر معناها كذلك باش ما نعملوش اشهار قاعدين يجيبوا يوصلوا معناتها من غرة من معناها من الكيك من كل الله يرحم والديك انت وياهم وبارك الله فيكم خاطر انتم وصلتونا صوتنا ويرحم والدين والديك ووالدين كل انسان
يعيشك يفضلك. سي علي اليوم الناس اللي قداش من افطار تقدموا 2500 معناها اليوم عندكم هكا ولا؟ حوالي اختي العزيزه اليوم مش نعطوا معناها حوالي 1100 1200 شخص اليوم باش يهزوا باش يروحوا بهم لديارهم ان شاء الله. معناتها مش كل الناس اللي ذاك الفم معناتها. اختي العزيزه عندنا محمول، نحن عندنا محمول اختي العزيزه عندنا حوالي هذيك ديما ما تحكيش عليها محمول. خاطر عندنا ثلاثة سيارات يدوروا تونس معناها هنا الحواس هنا الملاسين الزهروني معناها نوصل حتى المنوبة. تعرفوهم يعني عندكم قائمة يوميا توصلوا له؟ يوميا يوميا أختي العزيز يوميا أختي الباهي يا ربي يبارك لك. والناس اللي جيتك اللي عندكم شكون عتعابر سبيل ولا الناس اللي ما تاكلش ما عندهاش؟ الفرقة هذوك ما تحكيش. أي عندنا اللي باساجير الزيرية كي يجوا تعرفنا ويجوا بالذمة وكل شيء. عندنا إخواتنا الليبيين معناها كي تجي اختي العزيزه تشوفي شقا مفطر تبكيني حتى جابونا معناها حتى سوريين خرجوها من السبيطار وجاو معنا ما شاء الله. كي نقول لك اختي العزيزه نيت الافطار تاع الشعب التونسي من الطراز الرفيع شعب يعني نيت الافطار لا عندنا حزب ما ينقصها شيء معناتها لا عندنا جمعيه لا عندنا كونت لا عندنا حتى شيء على الطبيعه عندك قضيه جيبها برا مشي روح على راحتك امانتك نوصلها لك اختي العزيزه يعطيك ألف صحة. يعطيك أختي العزيزة أنا مش فايدة بالكلام راهو مش فايدة كلام راهو فايدة في الفعل. أختي العزيزة على 24 ساعة على 24 ساعة أنا تو البارح بيتين نذبحوا بيتين نذبحوا عندنا البارح تبارك الله عجل كبير ذبحناه بيتين والله للصباح أنا ديجا تو قاعد كملنا التكسير تو بدينا نتيبوا إن شاء الله يا ربي يسهل إن شاء الله يا ربي يخلص لنا الوقت ونفرحوا الناس واللي جاب لنا علوش أمانته وأنا خرجناه له ديجا اليوم وإن شاء الله أختي ربي يقبل علينا وعلينا وعليك وعلى أمة محمد أجمعين يا رب العالمين. تحياتي لك سي علي، تحياتي لشقيقك زيدا سي سعيد، ربي يفضلكم وربي يعطيكم القوة. شكرا للتوانسة الكل اللي قاعدة تساهم في هذا المادة التضامني في الحركات الجميلة هدايا. شكرا لك حمولديك أنت زيدا قلت لك ربي يفضلك. شكرا يفضلك هدايا دورنا احنا نسلطوا الضوء على الأشياء الجميلة اليوم ونسوق لتونس في أحسن صورة. إن شاء الله رمضانك مبروك وإن شاء الله كل عام وأنت حابة الخير وربي يزيدكم إن شاء الله وربي يبارك لكل الناس اللي قاعدة تعاون في مواد الإفطار هذية. شكرا سي علي، احنا نوصل معكم لقانا مرحبا بكم. ذكركم بعد الأخبار نحكيوا على موضوع غلق معبر رص الجزيرة الحدودي من الجهتين اللي تواصل اليوم بعد اليوم السادس على التوالي ونحكيوا زادة ونستقبلوا تليفوناتكم على 31 328 330. نحكيوا على موضوع مهم جدا اليوم الغلاء متاع فواتير ستيك وسونات زعم علاش.